اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل حدث خطأ غير معروف على تطبيقكم تنتين. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا تطبيق تنتين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا مكان التخزين، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تنتين. سوف يظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تنتين. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط.